وشغلك؟ شغلك بالتلفزيون منيح؟ جاني دور بمسلسل بس اعتذرت عنه. ليه عمي؟ يعني الشغل قليل بالايام وخصوصي بمصلحتكم. الدور طويل ومتعب والمصاري كتير قليلة، يعني يدوب الشغل جايب همه. إذا هيك أنت أدرى. يلا يا ستي خيرها بغيرها. زهير رح يشتغل معهم؟ على الأغلب، لأنه أصلاً صار له فترة مختفي وما عم اسمع صوته، فشكله مشغول بالتصوير. أيوة يا ستي، الله يساعده ويبعده. الله شو مشتاق نرجع نقعد انا وفاضل هون مثل ايام زمان. هانت ام مريم هانت. روقي رمروم روقي، كل شيء رح يكون منيح. الله يسمع منكم. بس عن جد شكرا، انا بس شوفكم برجع بتفائل. حاجه تشاؤم ولو لسه رح نساوي لكم عرس مطنطن ورح نرقص وكلنا نفرح. خلينا نفرح شوي، مو طبيعي الحياه شو صايره نكده. انا حاسه انه ما في شيء رح يزبط. صحيح، شو صار معك انت وفاضل؟ مو كان على اساس هاليومين عندكم بروفة قياس؟ رحتوا؟ تأجلت، ما في مواد أولية هلا بالمستشفى. هي المواد تجي مستوردة ما هيك؟ اي طبعا، بس هلا وعدونا انه ان شاء الله ما رح يتأخر. اوكي اذا هيك منيح، المهم الا ما تجي. بس ايمت؟ بدك تطولي بالك ريم، بالنهاية هذا الظرف مو طبيعي. ريم هي حرب، ما بدك تنسي. يعني كتير منيح إنه لسه الناس عم تتحرك وتفوت وتطلع وتشتغل وتقعد بالقهاوي. بس إذا على مستوى أدوية سخيفة ما عدنا لقيناها بالصيدليات، ما عم بقدر أتخيل شو ممكن يصير بعدين. ما بقدر أخدمك وأعطيك أي جواب، بس اللي رح يصير رح يصير علينا كلنا طالما قررنا نضل. مروان كل ما بتسافر بحط ايدي على قلبي، عن جد الطريق صاير كتير خطير. يا ربي دخيلك، انا لامتى بدي ضل عايشه هيك على اعصابي؟ لما بتصل فيك وبلاقيك خارج التغطيه، مو معقول، مو معقول الكوابيس اللي بتصير تمرق براسي. ولبين ما تتصل وتخبرني انك وصلت بحس قلبي رح يوقف. وصال لاقي لي شغله ثانيه، ببطل سافر على الجامعه. انت بتتذكري لما كان الطريق امن واحسن من هلا، كنت روح وارجع بنفس اليوم، مزبوط ولا لا؟ صدقيني النوم هنيك مو بايدي. بعدين مو بس لحالي، في انا والدكتور فواز ابو بسام بتعرفيه، ومين كمان يا ابو الريم؟ ايه وفي الدكتور رافع كمان. يعني شغله كلياتنا بالهوا سوا. الو اهلين ابو الزوز. والله تمام، انت كيفك؟ حلو وظريف الوضع؟ ممتاز، ماشي حالنا نحن مناح. لك صحيح ما بتجي بتحضر حفلتنا الخميس بالدار؟ على الساعة 4. طيب قرر وحاكيني، بأمن لك بطاقات. ايه ريمو نايمة والله، رجعت على البيت ومستوية ما بعرف. طيب أكيد بخبرك. ماشي باي باي. ليه ما بدك تحكي معه؟ مو جاي على بالي. بسلم عليكم الدكتور رافع. الله يسلمه. وعتبان علينا كثير لانه ما عزمناه على خطبة ريم وهو اللي كان حاملها بايديه وقت كانت باللفلوفة. اي وشو قلت له؟ قلت له مو تعزمنا بنتنا بالاول ونحن اهلها؟ مو انتوا اللي ما رضيتوا تجوا على المستشفى؟ انا اللي ما رضيت وافق على زعبرتك. ولا كنت مو بس جيت، لا كنت عملت لك احلى حفلة في الدنيا وباي زمان ومكان.